مساكم الله بالخير. كنا نمر بظرف صعب اللي هو هذا الوباء اللي هتك اكثر ومعظم الدول، وهذا الوباء ما له اي علاج، فقط الوقايه وعدم التعرض له عن طريق العدوى، واكيد لازم غسل اليدين وتعقيم مستمر وعدم التواجد بالاماكن المزدحمه. ويا ريت تظلون ببيوتكم، هم احلى وهم افضل الا الحالات الضروره طبعا. ونقول أزمة وإن شاء الله نعديها، ويا رب يا رب الصحة والعافية لكم، وأتمنى من الكل إيد بإيد، وإن شاء الله يروح هذا الوباء. أخوكم زيد الحبيب.